لأول مرة أنا معكم وأنتم معي. حضر فكرتك وترجمها بقصة حلوة لغنيتك. هيدا هو الوقت لتوصل فيه حبك مثلي أنا لننسي عجرم. صوروا حالكم فيديو لمدة دقيقة عم بتخبرونا الفكرة. مرحبا. I'm from Canada. كتر من فلسطين. أردن. دبي. سوريا. اليمن. تونس. أنا ناطرة كل أفكاركم. صار في عنا أفكار كتيرة. بعدني ناطرة أفكاركم. So here's my concept. أنا على الحل ده معاه بصراحة مش متفائل. للكليب إنه تكون نانسي طالبة مدرسة. فيش حبيبة لعند على الكلاس. نانسي في مكان حلو زي كورنيش. رابح من وين ما كان من العالم رح يشاركني ويكون معي بتصوير الكليب وبكواليس التحضيرات كلها. أبلود فوت صوتوا علقوا كومنت شاركوا الكل شير فيسبوك بسات. سيف ألف مبروك. No way. Oh my God. Oh my God. لا عبدالزا. أخذت الكونسيبت طلعي وعملت شيء ما كنت متخيله يعني. امتى حشوفه؟ هلا يلا شوف. مبروك. كيفك؟ نانسي قدامي. مش مصدق عن جد يعني من زمان انا بحلم اني اشوفك بس ما كنت متوقع اني اشوفك عن جد. يعني ما قدرت ما عرفت شو بدي احكي. كل يوم يبعد ويسيبني وتمني بحبه بيحسبني هفضل كده سايبه يعذبني وينسى هوايا. اوه هاي حلوه. بعد عني ولا تعني كثير حلو.